السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. رئيس النظام بشار الأسد يعتبر أن الأتمتة هي الحل لمشاكل السوريين والطريق الأمثل لمكافحة الفساد. البوارج الإسرائيلية تقصف مركز البحوث العلمية التابع للنظام في منطقة مصياف غرب حماة. اجتماع بين الحكومة السورية المؤقتة ومجالس المحافظات لبحث واقع العمل وإيجاد حلول للصعوبات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. اعتبر رئيس النظام بشار الأسد أن مكافحة الفساد مستحيلة بدون مركز خدمة المواطن، وذلك خلال زيارته لأحد المراكز في دمشق. المزيد في التقرير التالي. بعد فشل البطاقة الذكية المؤتمتة، يعود بشار الأسد وإعلامه للترويج للنظام المؤتمت على أنه الحل الوحيد لكافة مشاكل البلاد، وكأن سوريا كانت تحتاج فقط لهذه النقلة التقنية. رئيس النظام بشار قام بزيارة ما سمي بمركز خدمة المواطن الإلكتروني الذي تم افتتاحه مؤخرا بدمشق، ليقول إن الحكومة الإلكترونية هي على رأس الحلول لمواجهة المشاكل الاقتصادية في البلاد. بشار الأسد أصر على أن هذه المراكز ستكافح الفساد، بل قال إن مكافحة الفساد تبدو مستحيلة من دون وجود هكذا مراكز، مع أن خدمات هذه المراكز تقتصر على وثائق السجل المدني وبيانات القيد والوفاة والطلاق وورقة لا حكم عليه، أي أنها لا تشمل المناقصات والأنشطة الحكومية وقطاعات الأعمال ذات التأثير في اقتصاد سوريا. صحيفة المدن نقلت عن الباحث في الشأن السوري أحمد السعيد قوله إن الأسد يحاول الهروب من الواقع المأساوي في مناطق سيطرته بالحديث عن مشاريع لا طائل منها ولا تعتبر أولوية للسوريين على حد قوله. وسبق لنظام الأسد أن طرح ما سمي بالبطاقة الذكية، والتي يتم من خلالها توزيع مواد تموينية كالرز والشاي والزيت وغيرها، لكن سرعان ما تحول اسمها في الشارع السوري إلى البطاقة الغبية بسبب سوء التنظيم وانتهاء صلاحية بعض المواد. واكتفى بشار الأسد برفع شعار مكافحة الفساد وأهمية ما يسمى مركز خدمة المواطن دون أن يوضح لذلك المواطن جدوى تلك المراكز أو كيف ستنعكس على واقعه ومستقبله. وينضم إلينا حسام نجار، كاتب صحفي من بولندا. مرحبا بك سيد حسام. كيف يستطيع نظام الأسد اختصار كل أزمات سوريا بالأتمتة؟ بداية تحياتي لك أستاذ الكريم العزيز. إذا عدنا إلى نظام الثمانينات، كنا نجد أن نظام الأسد يقوم بتوزيع البطاقات التموينية على الأفراد وكان على الناس حسب عدد الأشخاص، وهذه تشمل المستلزمات الأساسية من الرز والسكر وكذلك من الزيت. وكان هذا النظام يتحجج أو يضع الحجج الدائمة بأن هناك حصار أمريكي على الاقتصاد السوري. الآن في ظل هذه الأتمتة، من المضحك جدا أن يدخل الصراف الآلي أو آلات الصرف النقود إلى سوريا قبل عدة سنوات، ومن المضحك جدا أن تكون ربطة الخبز ضمن نطاق البطاقة الذكية وأن يحسب على الفرد عدد أرغفة الخبز التي يأكلها. ومن المضحك جدا كذلك في دولة نحن الآن وصلنا إلى القرن 21 أن يكون هناك نظام يعتمد على هذه الآلية في إطعام شعبه الذي عانى الويلات في هذا الزمن. نظام الأسد يعتمد على البطاقة الذكية كما تسمى والبطاقة الغبية شعبيا لكي يستطيع الآن أن يقول أن قانون قيصر لم أكن أنا من سبب فرضه ولم أكن أنا سبب هذه الأزمات، وإنما هم الأمريكان والدول التي رعت الإرهاب. البطاقة الذكية والأتمتة وكل ما يتعلق بهذا هي عبارة عن
ضحك على الدؤون، وكذلك هي لتسيير أموره وحصول حاشيته وأسرته وكل من لف لفيفهم على المعونات بشكل آخر وخارج. هنا في هذه النقطة سيد حسام، هناك من يتساءل إلى الجانب يعني بساطة الفكرة أو سخرية الناس من هذه الفكرة، لكن هناك من يتساءل لماذا يعول النظام على ما تسمى بمراكز خدمة المواطن؟ مراكز خدمة المواطن هي أول شيء لكي يتحكم في المواطنين ويجعلهم تحت سلطته بشكل أكبر، بمعنى أن هؤلاء المواطنون عندما يكونون خارج تلك البطاقة أو خارج نظام الأتمتة أو خارج مراكز خدمة المواطن، فإنهم يستطيعون الحصول على أموالهم ويتحكمون حتى في المساعدات التي تأتيهم من الخارج بكميات مختلفة. الآن هل الجميع يعتمد على تلك البطاقة أو يعتمد على مراكز خدمة المواطن؟ لا أعتقد يا سيد الكريم، الشعب الفقير المسحوق هو الذي يعتمد على تلك المراكز فقط، بينما أصحاب الأموال ورجال الأعمال ومن لف لفيفهم لا يحتاجون إلى تلك البطاقة، وإن احتاجوها فإنهم يأخذون هذه المعونات ويقومون ببيعها إلى الفقراء. ونعلم أن سعر البنزين أو سعر المازوت في المحطات مختلف عن سعره في خارج تلك المحطات، إذن هي وسيلة لإشباع طرف على حساب طرف آخر ولكي يقول أنني الآن أنظم العملية لكي لا يكون أشياء خارج السيطرة. أشكرك سيد حسام نجار الكاتب الصحفي، كنت معنا من بولندا، شكرا جزيلا لك. أعلن بنك بيمو السعودي الفرنسي عن شرائه 49 من أسهم بنك عودة في سوريا بعد موافقة من مصرف سوريا المركزي التابع للنظام. يأتي ذلك عقب ساعات من حزمة جديدة من قانون قيصر استهدفت المصارف التي تتعامل مع نظام الأسد، وسط توقعات بانسحاب معظم المصارف العربية والأجنبية من البلاد. Okay. Thank you very much, everybody. يبدو أن الحزمة الجديدة من عقوبات قيصر والتي استهدفت البنك المركزي التابع لنظام الأسد ستؤدي لهروب المصارف الخاصة من سوريا، حيث يبلغ عددها 13 مصرفا تعود أصولها إلى مؤسسات مالية عربية ودولية. المستشار الاقتصادي في مركز جسور للدراسات خالد التركاوي رجح انسحاب عدد من المصارف الخاصة الأجنبية خلال الفترة المقبلة. توقعات عزز صحتها إعلان بنك بيمو السعودي الفرنسي عن وجود مفاوضات لشراء نحو 49 من رأس مال بنك عودة، مؤكدا أنه حصل على الموافقة المبدئية من مصر في سوريا المركزي التابع للنظام. العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف المؤسسات المالية والمصارف التي تربطها علاقة مع شبكة الأسد الاقتصادية في سوريا ولبنان، وعلى رأسها المصرف المركزي، إضافة لبنك عودة وبنك بيمو السعودي الفرنسي، كما يستهدف عددا من الأفراد ضمن عائلة أسماء زوجة رئيس النظام. ومن المنتظر أن تصدر عن الخارجية الأمريكية قائمة استثناءات لبعض التعاملات الإجبارية مع مصر في سوريا المركزي، تشمل التعاملات الإنسانية والصفقات المتعلقة بالغذاء والاحتياجات الإنسانية. على الأرض كان التأثر واضحا، حيث لامست الليرة السورية حاجز 3000 أمام الدولار الأمريكي الواحد، فيما تخطى اليورو حاجز 3500 ليرة سورية. ورغم ذلك لا يزال سعر الدولار لدى المصرف المركزي التابع لنظام الأسد ثابتا عند حاجز 1256 ليرة، وكأن شيئا لم يكن. استمرار سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المركزي عند أقل من نصف سعره الحقيقي فسره اقتصاديون على أنه بوابة النظام لسرقة الدولار من المغتربين الذين يرسلون مساعدات مالية لأهلهم في الداخل، فيما يستمر التضخم والغلاء الجنوني في أسعار المواد الأساسية ليبقى المواطن السوري الحلقة الأضعف. تعرض مركز البحوث العلمية التابع للنظام في منطقة مصياف بريف حماة الغربي لقصف بالصواريخ من بارجة إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية،
وأكد إعلاميون إسرائيليون من بينهم إيدي كوهين أن القصف من البوارج الواقعة قبالة سواحل عكار اللبنانية، وقالوا إنها استهدفت مواقع إيرانية قرب الساحل السوري. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن طائرات إسرائيلية حلقت على ارتفاع منخفض جدا فوق أجزاء من لبنان في وقت مبكر من اليوم الجمعة. هذا وطالبت وزارة الخارجية في حكومة نظام الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، وقالت أن استمرارها مرفوض ولن يمر دون عواقب على حد وصفها. وينضم إلينا العقيد أحمد الحمادي، المحلل العسكري والاستراتيجي من اسطنبول. مرحبا بك سيادة العقيد. لماذا تتكرر الضربات الإسرائيلية على مناطق البحوث العلمية في مصياف، وما هي طبيعة الأهداف التي تم استهدافها أمس؟ مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. يعني إسرائيل هي تقوم بقصف المواقع التي تراها هامة والتي تؤثر على أمنها القومي، فمنطقة البحوث العلمية ضربت أكثر من مرة في الشيخ غضبان، في الطلائع، في قرية الزاوية، في نفس هذا المكان ضرب أكثر من مرة، في حزيران الماضي تم ضربه. هذا المكان يحتوي على معامل لتصنيع الصواريخ وأجزاء الصواريخ، كذلك مستودعات ومقرات للميليشيات الإيرانية، والمعروف بأن إسرائيل أعلنت على لسان قادتها السياسيين والعسكريين بأن الاستهداف الإيراني واستهداف الميليشيات التابعة لإيران هو هدف مشروع للإسرائيليين. ونرى بأن الروس الذين يمتلكون في تلك المنطقة قواعد S-400 و-S-300 لم يحركوا ساكنا، فهذا الأمر أصبح يعني في غاية الوضوح. فهذا هو العمل التي تقوم به إسرائيل ضد الأهداف العسكرية. سيادة العقيد، ما هو دور هذه المنشآت في حرب نظام على السوريين؟ هذه المراكز التي في مصياف تم تطوير البراميل المتفجرة فيها، وتم قصف السوريين، كذلك الصواريخ، يعني لم يتبقى سلاح، نوع من السلاح إلا وقصف به الشعب السوري. قصف في صواريخ سكود الروسية، قصف في الغازات، قصف في كل أنواع الأسلحة، يعني لم يبقى نوع من السلاح إلا تم قصف الشعب السوري فيه. فهذه المواقع لا أتوقع بأن إسرائيل تقصف هذه المواقع رحمة بالشعب السوري أو من أجل خروج هذه المصانع هنا أو يعني المواقع. يأتي تساؤل جديد سيادة العقيد، هذه المناطق هي مناطق قريبة من قاعدة حميميم العسكرية الروسية، بالتالي ألا تدخل هذه المنشآت ضمن نطاق الدفاعات الجوية الروسية في حميميم؟ يعني الدفاعات الجوية الروسية الاس 400 تصل مداها الى 400 كيلومتر في المسافة، فهو يشمل كل الاراضي السورية، ولكن حتى الان لم يتم تفعيل هذه الصواريخ ضد اسرائيل. كذلك الصواريخ الاس 300 التي اعطيت لنظام الاسد على اثر اسقاط طائرة ال 20 في 2018، كذلك يتم التحكم بها من قبل المهندسين والضباط الروس. هل يمكن أن تكون روسيا راضية عن هذا القصف الإسرائيلي على مواقع إيران مثلا؟ يعني إذا لم تكن راضية فليس بمقتولها أن تفعل شيء، فهناك اتفاق ما بين الروس والإسرائيليين يقضي بأن إسرائيل يحق لها أن تقصف المواقع التي تراها مضرة لأمنها القومي. على أن تقوم إسرائيل بإبلاغ الروس قبل فترة 10 دقائق أو 3 دقائق بأن هناك قصف على موقع معين حتى يتم سحب الخبراء الروس أو إذا كانوا موجودين. أشكرك. أو بعض المواقع يعني من بعض أشكرك المواقع. سيادة العقيد أحمد الحمادي المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من اسطنبول، على كل التحليلات والمعلومات التي قدمتها لنا. قال رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري في تصريح لحلب اليوم إن التوقعات ليست كبيرة بما يخص الجولات القادمة من مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف، كون النظام لم يتغير نهجه وفق تعبيره. يعني العملية السياسية اليوم باعتقادنا تأخذ أكثر من حقها بشكل كبير، لأنه لا تزال معطلة بتعطيل النظام، ونحن عبرنا عن موقفنا تجاه موضوع العدالة الصالحة اللي هو مرفوض قطعا، ونقلنا هذا الرأي إلى زملائنا في هيئة المفاوضات ليتم التعامل معه. هم
يعني سيتم الاستعداد من قبلهم للجولة القادمة، على الرغم من أن التوقعات ليست كبيرة، النظام لن يتغير نهجه. بالنسبة للمناطق المحررة، في عبء يعني إنساني ومؤسساتي حوكمي كبير جدا تطلع به الحكومة السورية المؤقتة، خاصة الآن بوجود كورونا وبوجود فصل الشتاء. هذا يتطلب دعم ومساعدة دولية ومنظماتية واسعة، نسعى مع الحكومة من أجل تأمين هذا الحشد. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل: مزارع في إدلب يحول السرخس الاستوائي إلى علف للحيوانات. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. اجتمعت الحكومة السورية المؤقتة مع مجالس المحافظات، وذلك من أجل مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجههم وإيجاد طرق حلها. في مقرها بالشمال السوري، عقدت الحكومة السورية المؤقتة اجتماعا مع مجالس المحافظات السورية، وذلك من أجل مناقشة الصعوبات والمشاكل التي تواجههم ولتفعيل دور المجالس في المناطق المحررة. طبعا اليوم نحن اجتمعنا مع مجالس المحافظات 14 اللي متواجدين في المناطق المحررة. طبعا الهدف من الاجتماع هو الاطلاع على الصعوبات والمشاكل اللي عم تواجهها هذه المجالس، وإعادة تفعيلها وعطاء دور في المجال الإنساني والإغاثي وتنظيم أمور المهجرين، لأنه بتعرفوا هدول أكثرية المحافظات، مجالس المحافظات تم تهجيرهم من مناطقهم من قبل النظام والميليشيات الإرهابية، لذلك نحن إعادة عطائهم الدور المنوط بهم. أكد الحاضرون في الاجتماع على الدور الهام الذي تلعبه مجالس المحافظات في تفعيل عمل مؤسسات المجتمع المدني وترسيخ الديمقراطية عن طريق مشاركة المواطن في إدارة المرافق والخدمات العامة وتقديم الخدمات الأساسية له. تقدموا السادة الزملاء بمجالس المحافظات بمقترحات لمعالجة قضايا المهجرين والنازحين سيتم متابعتها، أيضا موضوع تخصيص ميزانية من قبل الحكومة السورية المؤقتة لدعم هذه المجالس للقيام بمهامها وأعمالها، بالإضافة إلى الدور السياسي من الناحية الإعلامية والسياسية لدور مجالس المحافظات وضرورة التنسيق والتواصل، كون نحن نتبع بشكل إداري لوزارة الدولة المحلية خلال الحكومة السورية المؤقتة. والحكومة السورية المؤقتة مثل ما بتعرفوا حضرتكم هي الزراع التنفيذي والجهاز التنفيذي للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة. وفق المشاركين، فإن مجالس المحافظات تعمل على تنفيذ خطط التنمية المعدة من قبل الحكومة السورية المؤقتة في المنطقة، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة في المناطق التي يديرونها، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة إعادة انتخاب المجالس المنتهية مدتها.
نظم مجموعة من الناشطين في مدينة إعزاز شمال حلب وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن الصحفي عبد الفتاح الحسين المعتقل لدى هيئة تحرير الشام والإفراج عنه فورا دون قيد أو شرط. نحن مجموعة من الإعلاميين في ريف حلب الشمالي اجتمعنا اليوم بإعزاز لحتى نطالب بحرية الزميل الإعلامي عبد الفتاح الحسين، وحتى نوجه رسالة لقيادات الجيش الوطني، قيادات الجبهة الوطنية للتحرير، حتى نوجه رسالة لهيئة تحرير الشام بضرورة إطلاق سراح الزميل الصحفي عبد الفتاح الحسين. فالصحافة ليست جريمة، كان وما زال الإعلامي الصحفي مع جميع المقاتلين على الجبهات، كان وما زال ينقل الواقع المأساوي الإنساني في المخيمات. نطالب كل من يستطيع بالعمل على إطلاق سراح حرية إطلاق سراح الزميل الإعلامي عبد الفتاح الحسين بأن يعمل هذا. خلونا ناخذ الكلمة. يلا. طبعا نحن رسالتنا لكل الجهات بالشكل الخاص لهيئة تحرير الشام ولباقي الفصائل العسكرية المتواجدة في المناطق المحررة بشكل عام، الصحافة ليست جريمة، الإعلامي هو شخص ثوري، الإعلامي هو ناقل لرسالة وصوت الناس ومعاناتهم هون، فهو أكبر من أنه يتغيب في سجونكم. حصلت حلب اليوم على صور خاصة من مخيم اليرموك بدمشق تظهر الدمار الحاصل في المباني وشوارع الحي الخالية من السكان في وقت يتحدث فيه النظام عن إعادة سكان المخيم بشروط أحدها الموافقة الأمنية. كان رمزا لحق العودة، العودة إلى فلسطين، وباتت العودة إليه حلما للاجئ الفلسطيني المهجر مرتين، وبعد أن كان مركزا لجمع شتاتهم بات الشتات شتاتين. تظهر هذه الصور الحصرية التي حصلت عليها حلب اليوم من مخيم اليرموك جزءا من دمار كبير لحق فيه جراء قصف النظام وروسيا، دمار طال 6000 مبنى بحسب معهد الأمم المتحدة للبحث والتدريب. المخيم الذي تسيطر عليه قوات النظام وعناصر موالون من سكان المخيم تعيش فيه 600 عائلة من أصل 600,000 نسمة. هذه العائلات تجاوزت القانون المشروط للعودة كونها عائلات العناصر الذين شاركوا بحملته ضد المخيم بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط. أما عن البقية الراغبين بالعودة فعليهم تحقيق 3 شروط لزيارة المخيم بحسب محافظ دمشق. الأول منها أن يكون البناء صالحا للسكن وهو ما لن تحققه نصف المباني، والثاني إحضار وثيقة تثبت الملكية، والثالث الموافقة الأمنية، شروط يقول عنها عضو مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا ماهر الشاويش أنها تعجيزية. فيما يؤكد الكاتب الصحفي أشرف سهل المنحدر من المخيم إن قضية العودة باتت قضية إعلامية وسياسية يديرها النظام السوري، وهو مستفيد من أي زيارة أممية للمخيم الذي جعله منطقة معلقة تنتظر الدعم الدولي، دعم تنتظره مئات العائلات المهجرة في الشمال السوري والتي كانت تشكل نصف سكان مخيم اليرموك، عادت لتعيش في الخيام ووضعت لبنة جديدة لمخيم جديد حاملة معها آمال ومفاتيح العودة. أعلنت قنصلية النظام في الإمارات عن إجراء جديد لقوات النظام سوف يتم تطبيقه مع السوريين العائدين عبر المعابر البرية مع لبنان والأردن. وأضافت القنصلية أنه سيتم إبلاغ العائدين إلى سوريا إذا ما كانوا مطلوبين أمنيا أو لا، وبإمكانهم بعد ذلك اختيار العودة من حيث أتوا أو الدخول وتسوية أوضاعهم الأمنية. يذكر أن قوات النظام اعتقلت مئات المدنيين أثناء عودتهم إلى سوريا، حيث تم إدراج أسمائهم على قوائم المطلوبين دون علمهم بحسب مراسل حلب اليوم. سلطت وكالة الصحافة الفرنسية الضوء على خياط سوري تحول للعمل في مجال الزراعة عقب نزوحه من مدينة حلب إلى بلدة كفر تخاريم شمالية محافظة إدلب، ويعمل المزارع أيمن إبراهيم على تجفيف سرخس الأزولا في مزرعته في بلدة كفر تخاريم، ما وفر له مدخرات ضخمة
مقارنة بالأعلاف التقليدية مثل التبن أو العلف، وأن يقدم إبراهيم سرخس الأزولا لدجاجاته بعد تجفيفه وهو غني بالبروتينات، ويستخدم كعلف للماشية والأسماك والدواجن في فيتنام. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.